السلام عليكم معكم الكوتش اسوكا حسن دائما في اطار ديال التعامل الاشتغال مع مجموعه ديال الاساتذه والاستاذات في مجال ديال الاعلاميات بخصوص هذه الفتره اللي خاصه بالتدريس عن بعد مع الطلبه والطالبات ومع التلاميذ والتلميذات آه قالوا لي بعض الاساتذه بانهم منين ان في الفيسبوك وتيكون ان جروب اللي هو تيكون بريفي تيكون واحد المجموعه اللي هي خاصه ديال كل قسم او كل فصل من بعد ما تندير داك الفيديو مباشر على الفيسبوك وتنحط التمارين ونحط الدروس سو فورم ديال بي دي اف نيت داك المجموعه بغيت طلبوني شي تلامذ باش داك الفيديو نيت نهزو نحطو لهم في يوتيوب القناه يوتيوب باش تكون عندك قناه يوتيوب خص يكون عندك واحد الكونت في الجيميل كونت بريد الكتروني في الجيميل ديك الساعه راه الكونت ديال القناه يوتيوب راه عندك تدخل للفيسبوك من بعد تندخل للفيديو ديالي تنكليكي بوطون دروا تنكوبي لادريس اللي بالبوطون دروا تندخل لهاد لو سيت اللي هو جيت فيس فيديو تندير تما تندير داونلود اللي هي تحميل فوالا هنا تيعطيني دو زوبسيون تيعطيني واش نحمل الفيديو بكاليتي عالية ولا نحمل الفيديو بكاليتي اللي هي نورمال انا تنحمل الفيديو بكاليتي عالية باش تشوف كي داير على حساب فين غنحطو دونك تنكليكي على هاد تلاتة اللي كاينين ادغوات

دابا نديرو الطريقة التانية نفس الشيء تنونجيستخي بوطون دروا تنسجل لادريس ايميل تندخل واحد لو سيت اللي هو هدا اف بي داون دوت نت فوالا اون فرونسي تندخل ليه نقيدو لادريس ديالو مزيان تنجي نحط الايميل كوبيا اللي درت تندير تيليشارجي انما هنا في هذا لو تيلي بغيت نحاول نسجل بواحد لا كاليتي نورمال اللي هي صغيره اس دي ممكن تخدم ليا في التليفون تخدم ليا ما تكونش عندها لي عند سباس كثير فوالا عندنا دو زوبسيون هنا اش دي و اس دي انا غادي ندير لونجيسترومون بSD دي هذا هو اللي غادي ندير دونك مني ندير اس دي كليكي عليها فوالا تيخرج ليا تلاحظوا بين الفيديو خرج ليا صغير من الاخر تندير تيليشارجي فوالا دونك ندير انريجستري نسميه فيديو ده. طلعت بانه هذا عنده 2.1 ميجا بارابور لوط عنده ديس. دونك باش تعرفين الفرق بين اس دي وبين اش دي الان غادي نجيو كنحملوا داك الفيديو نحطو على يوتيوب كيف قالوا لنا باش يحطوا في يوتيوب دوك تدخل ديك. ديك دونك تدخل لاشين ديالك اللي خاصه بك دير لاشين ديالك تشانل ديالك او لاشين ديالك هذه باينه ما غاديش دونك فوتر شانيل فوالا دونك okay. هنا باش نوريكم شنو عندي في الفيديوهات نجي نشوف الفيديوهات اللي تسجلوا فين كاينين انت افيشي نشوف الفيديوهات فين كاينين فوالا عندي دو فيديو عندي فيديو ان آه فيديو دو نجيو للفيديو ها هو الفيديو آه دو نشوف فيديو ان آه بانه راه عندي فيه دي ميغا فيرجول سات هذا هو الكبير اللي درت لي اش دي وهذا الاخر عندي فيه دو ميغا لو طلعتو بينه كاين فرق بينهم يكون فرق حتى بالكاليتي ديال ديال الفيديو يكون فرق هذا هو الاشكال دونك حنا شنا دابا فين كاين الفرق انا نطير حتى من في يوتيوب واحد لاكاليتي اللي مزيانه نجي دابا نشارجي الفيديو تنكليكي على ديك ليكون بلس كاميرا و متر ميتر اون لين فوالا جاتون دونك هنا تنحمل الفيديو ديالي فوالا تنقلب لو شومان فين كاين أنا تنمشي للفيديو اللي عندي فيه دي ميغا اللي هو هذا تنكليكي عليه سويفون لا تندخلو تيتخ ديال الفيديو باش دوك التلامذ ولا دوك الطلبة يعرفو اكزاكتومون شناهو لو تيتخ حتى لا صيفطيلهم لو ليا تيبان لهم لو اكزاكتومون عندهم واحد واحد الاختلاط في الفيديوات اللي عندك خصوصا اللي عندك لاشين عامرة في فيديوات كتار فوالا نتابه الخط داكشي اللي تنكتب تندير العنوان هنا بالضبط ديال الفيديو اللي خصو يبان ليا في يوتيوب تابع طيب هنا بعد ما تنديرو شي اخطاء اللي تيكونوا مطبعين فوالا ديال تيبعث لك لافي فوالا تنكوبي نفس لوتي خصنا في ديسكريبسيون ماشي كان هذه عمليه تتكون في يوتيوب ولا كلشي تيعرفها تقريبا واللي اول مره هو اللي تيتاقلم معاه بشوي بشويه دونك هنا تنقول بان ني با هذا بور لي زونفون هادو من القانون اللي خرج يوتيوب جديد تندير سويفون تندير سويفون فوالا تندير بيبليك كاين بيبليك بريفو كاين تندير بيبليك او تنخليه يتشارجا ويتحمل في يوتيوب حتى نرجع نشوف واش تحمل ولا ما تحملش دونك ها هو تحمل الفيديو تندير فيرمي فوالا تنشوف واش يتشارجا ليا في القناه ديال يوتيوب فعلا هو تشارجا نمشي لاشين جلوبال باش نشوف شنو كاين فعلا ها هو الفيديو تشارجا فعلا نتمنى يعجبكم الفيديو الف مرحبا في اي تساؤلات لنا تعليق وشكرا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله